طيب الدكتور عبد القادر ياسين الكاتب الفلسطيني. الدكتور عبد القادر مساء الخير. مساء النور، وأنا مش دكتور. يعني لعل الصورة أمامك الآن، كيف تصف لنا بضوء خبرتك الواقع الذي يحدث الآن في أراضي غزة؟ نحن أمام وضع كارثي بكل معنى الكلمة. عدو منفرد بشعب شبه أعزل، وهو مسلح بأعلى الأسلحة الأمريكية، وفي طرادات وفي حاملات طائرات أمريكية واقفين له بلاده، وفي مارينز كمان بيساعدوه أمريكان، وإحنا ملناش إلا الله. يعني الشعب الفلسطيني يقاتل وحده في الداخل أو يتلقى الضربات، لأنه الحقيقة التوازن في التسليح يعني مش لصالح فلسطين، هو لصالح إسرائيل وأمريكا. وأنا يعني شايف أنه للأسف الشعب الفلسطيني وحده يقاتل في مدينة غزة، وهو محصور في منطقة ضيقة كما ترى، والطائرات الإسرائيلية كما ينقل التلفزيون عمالها بتحرق، بتنزل قنابل فوسفورية وقتل وضرب. والمندوبة دكتور عبد القادر، دكتور عبد القادر أدعوك أنك تبقى معي دقيقة واحدة. هل معنا الدكتور أحمد جبريل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني؟ حصلنا على اتصال هاتفي من غزة. دكتور أحمد، دكتور أحمد سمعني؟ ألو، سامعك. هل لك أن تصف لنا ما لديك من أخبار على الأرض الآن في غزة؟ يعني أنا أتحدث معك من الضفة وليس من غزة. غزة الآن بلا اتصالات. غزة قطعت كافة الاتصالات، كما قطعت الكهرباء. قطاع غزة الآن بلا إسعاف، وذلك بسبب انقطاع الرقم الرئيسي لعملية الإنقاذ والإسعاف، وهو رقم 101 تابع لجمعية الهلال الأحمر. غزة الآن تقصف بشكل عنيف كما تشاهدون، ولكن الاتصال مع الزملاء في غرفة العمليات بقطاع غزة انقطعت بشكل كامل. جمعية الهلال الأحمر ناشدت العالم من خلال بيان عاجل من أجل وقف هذا العدوان على قطاع غزة وإعادة الاتصالات إلى المواطنين. المواطنين الآن لا يستطيعون التواصل مع سيارات الإسعاف، وذلك بسبب انقطاع الاتصال بشكل كامل. الطواقم الطبية الآن في حالة خطر شديد، ونخشى ما تقوم به قوات الاحتلال من تنفيذ لتهديداتها للمستشفيات بالقصف، كما فعلت مع مستشفى المعمداني. الآن الوضع في قطاع غزة بشكل كامل كما تشاهدون من خلال التلفزيون، ظلام دامس، قصف بشكل عنيف، لا نرى سوى الانفجارات، لا نرى سوى اطلاق الصواريخ على قطاع غزة. الوضع لا نستطيع الوصول الى زملائنا في قطاع غزة الذين هم في مرمى النار الان. سيارات الاسعاف لا تستطيع التحرك الا من خلال ما يشاهدونه على الارض فقط، لا يوجد أي وسيلة اتصال مع الزملاء في قطاع غزة، لا يوجد أي وسيلة اتصال من المواطنين لسيارات الإسعاف من أجل التحرك إلى أماكن القصف والإصابات. آخر اتصال كان إمتى يا فندم النهاردة؟ يعني آخر اتصال تم مع الزملاء ما يقارب الساعة 7:30، وبعد ذلك انقطع الاتصال بشكل كامل، حيث أعلنت أيضا شركات الاتصال الفلسطينية التي تعمل في قطاع غزة، كانت تعمل في قطاع غزة، أبلغت عن انقطاع الاتصال بشكل كامل ومنهج من قبل جيش الاحتلال. هل في أي معلومات جاءت بأي شكل من الأشكال باتصالات ناس عندها أحيانا بيبقى تليفونات فيها ساتلايت، أي معلومة في الساعات الماضية وصلت إليكم في القطاع عن الموقف في غزة؟
يعني إلى الآن تصل معلومات شحيحة وبسيطة جدا من خلال بعض المواطنين الذين يناشدون العالم أن غزة تذبح بشكل كامل في قطاع غزة. المواطنين يذبحون بشكل كامل في قطاع غزة. طيب سيد أحمد، سنواصل الاتصال معك كلما أمكن وكلما يستجد من أنباء لديك. هل الدكتور، هل السيد عبد القادر لسه معنا؟ معاك يا فندم. طيب حضرتك استمعت معنا لهذه المكالمة، يبدو أن الجميع تقريبا يقفون كما نقف، غزة الآن عزلت عن العالم. نعم. مش الآن، هي عزلت من يوم 7 أكتوبر. صحيح، ولكن الاتصال انقطع من الساعة 7. عزلا تاما. يعني حتى ولا ماء ولا كهرباء عندهم كمان، بدك تراعي هذا، لا ماء ولا كهرباء ولا أدوات طبية، ولا يعني كارثة من كل النواحي. الآن نقلا عن مصادر فلسطينية، أن مدن عسقلان وأسدود تقصف الآن بصواريخ من صواريخ المقاومة الفلسطينية. أنا بحاول أقول لحضرتك الأخبار وحضرتك معايا. نعم نعم، على الهواء. من غزة. فكرة الاجتياح البري بقى، يعني كيف ترى نجاح إسرائيل، أو هل يمكن أن تنجح إسرائيل خلال ساعات بسلام وهدوء مع هذا الكم الرهيب من النيران في اجتياح بري لمنطقة كبيرة من شمال غزة، دون أن يكون هناك رد فعل على الأرض من الحركات الفلسطينية؟ شوف، الاجتياح البري أمريكا بتنصح إسرائيل، تعرف أمريكا قلبها دايما على إسرائيل، تنصح إسرائيل إنه ما تخشش، لأنه إن خشوا هياكلوا علقة نصها موت. هم لما تضرب، يعني هم بيلجأوا للسلاح الجبان، لما تضرب أنت بالمدفعية وتضرب بالطيارات، وأنت عارف إنه أهل غزة ما عندهمش مضادات للطائرات، أخذت بالك؟ هذه وبعدين من البحر قاعدين بيضربوا من الطرادات وبتاع. يعني هم المدنيين اللي هناك جبان. المدنيين اللي هناك كلهم 2 مليون بني آدم، يعني كيف سيقاومون مثل هذا القاس؟ عندنا احنا أعلى كثافة سكانية في قطاع غزة في العالم. في العالم، يعني احنا فوقنا الصين أظن 4 مرات. على كل حال، يعني مفروض انه الاخوة العرب يتحركوا يعملوا اشي. الاخوة العرب يعني الحكام، مش انا وانت. الحكام مفروض يعملوا حاجة، و يعني احنا عرب مع بعض في اوقات واوقات. ليه؟ طب في الزنقة، اذا في الزنقة ما شفتكش انت كاخ توقف معي، امال انت هتجيني امتى؟ طيب هل تتوقع أن تكون الساعات القادمة تشهد ردود أفعال من قوى إقليمية أخرى إلى جانب المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل؟ شوف، هناك احتمال عمله بيتزايد، بيتحول ما يجري إلى حرب إقليمية. الاحتمال ده عمله بيتزايد مع مرور الوقت، لانه وبعد كده يعني هيكون يعني بعد هذه الحرب هيكون في وضع جديد خالص ما بنتصوروش. سيد عبد القادر ياسين، الكاتب والمؤرخ الفلسطيني، بشكرك شكرا جزيلا.